تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، كما تم استعراض مسار العلاقات الثنائية الطيبة بين مملكة البحرين والجمهورية التركية وسبل تنميتها في المجالات كافة. وقد أعرب أهل البلاد المفدى حفظه الله عن تمنياته لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوفيق والسداد في قيادة الجمهورية التركية لما فيها خير شعبها الشقيق.